Smile! It's a new day! Thank you! اخيب حاجه هي تنوض وتلقى مشكل في الكونيكسيون. اوكي ماشي مشكله، غنمشي نحلو دابا على الله يتحل دغيا باش ما نعرضوش الحلقه ديال اليوم. يلا خلينا نطلقوا هذا الصباح. صباح زين كما الحال دائما. دابا جيت نصاوب كونيكسيون مع عند الشارات المغرب مع ديك اللعبه، راه غيصوبوا ليا تمتم هانت قال لك سيدي حتى شويه ورجع مغرب. هذا ما عندنا ما ندير حتى شويه ورجع. هاتي اخي بحاجه اللي تنوض الصباح وتلقى الكونيكسيون مشي، ولكن ماشي مشكل نحاول نفطروا بعدا نفطروا بعد الوجب. الشوكولات السكريات كيخفضوا شويه بدل شوفوا هذا الحجب كي غيجي. الحياه كل تجارب، اش خاسرين حنايا نشوفوا كيجي هذا الشيء. الشوكولات مع هذه مع هذه مع البنان، ولكن الجميل في الامر هما غيتجمعوا غيتجمعوا في الكرش غيتجمعوا، اللهم نجمعهم دابا. حاجه تفاجئ هي بحال اللقطة هذه، تشوفها دابا. شوف الليل كامل وهي كتشارجا، كامل وهي كتشارجا بجي توقف لك هنا 93 والكونيكسيون مشات. لا حول ولا قوة. بشوية هذه خل كواليس خلف الكواليس، اصلا نصور الكواليس. هذه كواليس خلف الكواليس. هادشي اللي زوين دابا ملي كتاكل هادشي ومع الحلويات فعلا كتنشط دماغك شويه فعلا سبحان الله. دابا نمشيو نرجعو عندهم ونشوفوهم اش غيديرو معانا. عرفتي من كيوقع لي بحال هاد المشكل كنت نفكر الدراري كيقولوا لي الوراق اوراق خرج لك من هاد المغرب، ولكن لا ماشي غير مشكل واحد صافي تبدل نظرتك كامله. للاسف ما داروا معنا تحل غادي تصلي المغرب ما تما دير. السلام عليكم. المهم دابا غادي نمشي ان شاء الله عند الحل الوحيد اللي عندي هو انني نمشي عند الدري صاحبي ونخلي عنده الكونيكسيون ونخلي عنده الفيسبوك تحل الحلقه ديال اللي غتشيريكس حلقه ديال هذا النهار زعما ماشي ديال هذا النهار اللي غتشوف دابا النهار، ولكن ديال النهار اللي غتشوف داك النهار. باش ما نوقفوش الحلقات ديالنا في الفلوغ قررت انني نمشي عند دري صاحبي نكمل عنده التيليشارجمون ديال الحلقه وكنتمنى تكمل هي حيت دابا المشكله اللي كاينه هي انا كونسيون غتمشي ليا النهار كامل. اوكي كما كتشوفوا دابا المشكل هو انني قاري في العشيه، قاري في العشيه من الجوج وعاوتاني حتى للسته ومن السته حتى للثمانيه ما عرفتش كي غندير ليها وخاصني نلوح الحلقه وما بغيتش نصوب كونيكسيون وباقا ما درتش المونتاج ديال واو. ولكن حنا نشوفوا كيفاش نخرج ان شاء الله. كما غنقول لكم خوكم كيوريكم كل شيء، يعني انا كنوري غير اللايف ستايل ديالي ونشوفوا كي غنديروا لهاد الروينه اللي طرات لينا اليوم. خلي ديال بس هادشي اللي غنحتاج. دابا في المدرسة هاتي يلا لقيتيني دابا جيتني تصاوبت باش لحقت الحلقة واخا مكاينش في الكونيكسيون ولكن تعطلت شوية ولكن لحنا الحمد لله نهار سلبي شوية ولكن نحاول نردو إيجابي. يا يلا نمشيو ناكل واش تبي يلا نمشيو ناكل شنو ناكل
شو تقول الجمهور ديالك ب باش تا الجمهور ديالي كيبغى تشيشيس عطلوحة جمهور فان ديالي كيبغى تشيشيس اخويا سميت ما عندوش مع السلمية عرفتي واحد اش قال لي قال لي اخويا ما بقيتيش قديش كنسيبك من هادشي قلت لي علاش قلت لي بالعكس راه دابا انا باش كنوحى لك النصائح هي يقول لي لا انا بدا شخصيا ما بقاش كنسب قلت لي اش كندير قال لي ويقول لي قلت لي عرفتك العفريت اش باغي كنسب بعد القاويات ويقول لي هذاك الشيء اخويا هو اللي كنسب علاش كنبقى عندك الفيديوهات طلعت قال لي استفاده اوروبي هو الاستفاده قال لي والله صراحة ولكن بوم وجوني صغير جوني صغير جوني نعم جوني بدلها هو شكون سميتو وكان داير جوني الصغير دابا كبر ولا عارف جوني هذه ما كيكومونتي لي الله يبارك فيك يلاه اوكي خوتي من بين الافكار اللي كتعجبني انا ملي كنكون في ملي كنكون سلبي كنجي نقصي ما عرفتش كيفاش ملي كنجي نقصي ترى مرض ملي كنجي نقصي كنحش بالراحه يا شو دابا باش نقصي ويلي 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 معقوده ولا صوص لا صوص يب اش غنقول لكم ديوم اخوكم ديوم اوكي اختي النهار اليوم داز شويه صعيب لان خسر لي فيه الكونيكسيون والبيسي وفي الاخر لقيت مشكل في البيسي وللاسف يا للاسف ماشي مشكل مشيت جبت واحد البيسي قديم يا هو اللي غنحاول نقضي به باش ما نوقفش باش ما نوقفش يا دابا غنمشي ندوش باش نحاول نحيد الطاقه السلبيه ياس 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 الطاقه السلبيه بدات كدور شويه نمشيو نحيدو الحمد لله قولي بصحه اليوم الحمد لله كما كتشوفوا داز النهار شويه صعيب شويه سلبيه وداك الشيء علاش لان البارح كان عندي واحد المشكل بسيط جدا كنت غنخلي حتى غدا وجا اليوم وبقيت كندير معاه شويه صداع طايح من البيسي خسر البيسي مشات سميتو مشات الكونيكسيون مشات الكونيكسيون مشينا عند بغينا نصوبو الكونيكسيون ما لقيناش الكونيكسيون ما بغيش يجيو عندنا مشينا للمدرسه جينا لقينا المشكل درنا الحلقه ما بغيش تحلو الحلقه في الاخر وقع لنا المشكل الحمد لله علاش لانني فعلا هاد الايامات ما بقيتش كنوض في الصباح وهاد النوض الصباح اثر عليا لانه ولات الشتا بزاف وداكشي ما بقيتش نخرج ما بقيتش كنتلاقى مع الناس تقلب لي البروغرام ومني تقلب لي البروغرام ما قدرتش نتياسر معاه واحد كيوقع في هاد المشكل كيوقع لي هاد المشكل هادشي كيقول تفو سحروا لي وقيل داروا لي وقيل رفعوا لي حاسديني ما باغيش كنت انا طحت في هاد الكا انا نقول تفو شو دابا الناس راهم حاسديني شو الناس ولكن لا ايوب هاد المشكل درتيه انت هادشي اللي كنقول راسي هاد المشكل درتيه انت كون حليتي المشكل ديال البارح ما كنتيش تقع في المشكل ديال اليوم وهكذا وسلينا يا دائما اخوتي ملي يوقع لكم بحال المشكل ما تحاولوش توقصلو تقولوا راه وقع لي سحري ليا وقع لي حاسديني ما باغيش ليا لا دائما رجع المشكل ديالك انت باش تلقى ليه الحل الا بقيتي كتقول لا هذوك ديري ليا هذوك ديري ليا عمرك ما تلقى المشكل عمرك ما تلقى الحل لان دائما مربوط بواحد الاشخاص ولكن ملي كتقول تجي راسك وكتقول انت اللي درتي المشكل فعلا كتلقى راسك انت اللي غتلقى الحل وكما كتشوفوا الحمد لله قلبنا وجرينا ولقينا حل ها وجدنا بيسي جديد وجدنا الكونيكسيون وحده غدا ان شاء الله وغدا غيكون اجمل اوكي الحمد لله غدا ان شاء الله غيكون عندنا واحد التحدي هو هاد الايامات ما بقيتش كنوض الصباح بكري وغدا غنوض مع 6 ديال الصباح ودابا راه 12 ونص اوكي اختي غدا ان شاء الله غتشوفني واش فعلا غنفيق مع 6 ولا غنبقى في الدائره التي ادور فيها يلا اختي كنقول لكم تشاو تشاو بسلامة وما تنساوش جيم وكومنتير باش تفرحوا خوكم ونشطوا مجموعين خليكم ايجابيين خليكم متفائلين كما وقع المشكل الحمد لله احنا فرحانين الدنيا هي هذه وخليكم ايجابيين تشاو بركه من طاقتي هي تشاو خوتي